الدوال الزائدية مثلها مثل الدوال الجيبية، توجد مجموعة من العلاقات اللي تربط بعض الدوال مع بعضها. يعني شو مثلا عندي علاقة تربط الساين بالكوساين، أو عندي علاقة ضعف الزاوية قانون ضعف الزاوية. نفس الكلام هسه أنا راح تكون عندي مجموعة من القواعد، هذه مهمة بالنسبة لنا نحتاجها مرات في تبسيط الشكل العام للدالة الزائدية، أو أحتاجها أحيانا في ما يتعلق في حل المسائل المتعلقة بالغايات. هذه القواعد راح أحاول إنه نسوي لستة القواعد اللي خاصة بالدوال الزائدية ونقارنها مع الدوال الجيبية لزيادة سرعة حفظ هذه القوانين. القاعدة الأولى، يعني مثلا احنا بالدوال الجيبية عندي كوساين تربيع اكس زائد ساين تربيع اكس واحد تساوي واحد. بالمقابل بالدوال الزائدية خلي اسوي هالشكل باب مقارنة، هذه اخلي اسميها التراجمتريك فانكشن، وهذه راح اسميها الهايبربوليك فانكشن. اوكي، اذا كان عندي هسه بالنسبه للدوال المثلثيه كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساوي لي واحد، بالنسبه للدوال الزائديه راح تكون عندي كوساين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس تساوي واحد. فهسه اهم نقطه هذه واحد، انه هذه الاشاره سالب. زين، القاعده الثانيه بالدوال الجيبيه كان عندي قانون ضعف الزاويه انه ساين 2 اكس يساوي 2 ساين اكس مضروب في كوساين اكس. هنا نفس الكلام، راح يكون عندي ساين 2 اكس هو عباره عن 2 ساين اكس كوساين اكس. بالنسبه للدوال بعد الجيبيه كان عندي بالنسبه للكوساين 2 اكس هو عباره عن، اما اكتبه كوساين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس، او ان كتبه هو عبارة عن واحد زائد كوساين، او خلينا نقارن بس مع واحدة واحدة حتى تكون الامور اوضح. زين، هسه بالنسبة لهنا كوساين 2 اكس هو كوساين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس. بدلات الدوال الزائدية الكوساين 2 اكس، كوساين 2 اكس هو عبارة عن كوساين تربيع اكس زائد اللي هنا، وهنا الإشارة سالب هنا راح تكون موجبة، زائد الشاين تربيع أكس. زين، فهسه هذا الاختلاف الثاني إنه هذه هسه هنا الإشارة موجبة. زين، بعد عندي الكوساين تربيع أكس، كوساين تربيع أكس أما أكتبه هو عبارة عن واحد زائد كوساين 2 أكس على 2، يعني واحد زائد كوساين 2 أكس على 2. زين، بدلالة الكوساين نفس الكلام، أقول كوساين تربيع اكس هو عبارة عن كوساين 2 اكس زائد 1 على 2، وخليناها بهذا الشكل، خليت انه بداية الكوساين هنا لانه راح تختلف عندي بالنسبة للميل الترميز بالمقارنة مع الشاين. زين، اذا اريد مثلا الساين تربيع، الساين تربيع اكس هو عبارة عن 1 ناقص كوساين 2 اكس على 2، هذه القوانين جيبية. زين، اذا اريد اكتب بالشاين تربيع اكس راح يكون هو عبارة عن كوساين 2 اكس ناقص 1 على 2. يعني هنا تنتبه انه الداله بالبدايه الجيبي بالدوال الجيبيه نبدي بها 1 ناقص النوب الداله اللي هي الكوساين. زين، بعد عندنا من القوانين انه عندي مثلا التان، عندي التان تربيع اكس هو عباره عن سيكنت تربيع اكس ناقص 1. بدلاله الدوال الزائديه عندي التانش تربيع اكس هو عبارة عن واحد ناقص السيك هايبربوليك تربيع اكس. هنا سيك تربيع ناقص واحد، هنا راح يكون عندنا لا، انه هو واحد ناقص سيك هايبربوليك تربيع. زين، بعد القاعدة الاخيرة عندي الكوتان تربيع اكس هي عبارة عن الكوسيجين تربيع اكس ناقص واحد، بينما هنا راح يكون عندنا هي عبارة عن الكوتانش تربيع اكس تساوي واحد زائد الإشارة زائد كوساين تربيع أكس. فانتبه هنا لهذول الاختلافات. زين، هسه هذا ما يتعلق بالمتطابقات للدوال الزائدية مقارنة مع الدوال الجيبية. زين، إثباتات كل واحدة من هذولي،
يعني بالسؤال قد يطلب من عندي انه اثبت صحة المعادلة التالية او العلاقة التالية. اساس الاثبات هو قائم على اساس تعويض بكل دالة من الدوال بدلالة الاكسبونيشن، بدلالة الفندمنتال كومبوننت مالتها. يعني خلينا ناخذ امثلة على كيفية الاشتقاق مالتهم. مثلا واحد بروف ذات اثبت صحة العلاقة التالية. لو كان عندي مثلا المطلوب من عندي اثبات انه كوشاين تربيع اكس ناقص شاين تربيع اكس تساوي واحد، اثبت صحتها اللي هي العلاقة رقم واحد عندنا هنا. آلية الاثبات انه راح اعوض عن الكوشاين والشاين بدلالة الاكسبونيشل، يعني راح اقول هذه تساوي اكسبونيشل اكس زائد اكسبونيشل ناقص اكس على 2 الكل تربيع، هذه بالنسبة لمن للكوشاين تربيع، ناقص اكسبونيشل اكس ناقص اكسبونيشل ناقص اكس على 2 الكل تربيع. هسه راح ابدي افتحهم، هذه تساوي هذه افتح هذا المقدار اللي هنا بالنسبة اللي جوا هي 2 تربيع 4، هذه 4 مربع الاول بالنسبة للاكسبونيشل يعني مربع الاس، فيصير يعني العفو ينضرب الاس في 2، يعني من اقول مثلا اكسبونيشل اكس تربيع يعني الاس يصير مضاعف، فيصير اكسبونيشل 2 اكس زائد الاول في ثاني في 2 اكسبونيشل اكس في اكسبونيشل ناقص اكس 1 في 2 زائد 2 يعني اوكي، زائد اكسبونيشل الثاني تربيع فهو اكسبونيشل ناقص 2 اكس، زين ناقص الحد الثاني نفس الكلام الجوة هذه 4 من مربع 2 زين ناقص، اما ادخل الناقص مباشره حتى لا يصير عندي خطا يعني ناقص على القوس مباشره زين، او انه من اخليها او من اخليها يعني بين قوسين حتى لا يصير عندي خطا، فخلي بين قوسين حتى لا يصير عندنا خطا، فيصير عندي اكسبونينشال 2 اكس مربع الاول الاول في ثاني في 2 الاشاره مالته ناقص، يصير عندي ناقص 2 هذه مقدار اكسبونينشال الاول في ثاني في 2 1 والاشاره ناقص زائد مربع الثاني، فيصير عندي اكسبونينشال سالب 2 اكس. هسه احاول اجمعهم، عندي شنو هنا الكل على ربع يعني كله قسم على 4، فاكسبونينشال 2 اكس على 4 زائد هذه نص 2 على 4 زائد اكسبونينشال ناقص 2 اكس على 4، هذه هسه راح ادخل اشاره ناقص يصير عندي ناقص اكسبونينشال 2 اكس على 4 زائد باعتبار سالب في سالب 2 على 4 اللي هي نص يعني 1 على 2، هذه راح يصير عندي ناقص باعتبار ناقص في موجب ناقص اكسبونينشال ناقص 2 اكس على 4 وتساوي، هسه راح يصير عندي اختصارات هذه مع هذه وهذه مع هذه، شو بقى عندنا نص زائد نص والنتيجة واحد اللي هو الإثبات. هذا ما يتعلق هسه بالإثبات الأول. السؤال الثاني، لو فرضا مثلا اثبت صحة نفس الكلام بروف ذات انه الكوسيكن هايبربوليك اكس تربيع اكس تساوي كوتان هايبربوليك تربيع اكس ناقص واحد. زين خلي اخذ هذا الجزء هسه راح اعوض عن الكوتان تربيع، الكوتان قلنا هو عباره عن مقلوب التان، فبالتالي من اعوض عنه راح يكون مساوي الى اكسبونينشال اكس زائد اكسبونينشال ناقص اكس على اكسبونينشال اكس ناقص اكسبونينشال ناقص اكس، هذه كلها تربيع باعتبار هو كوتان تربيع ناقص واحد. زين وتساوي هذه راح نفتح هذا القوس بالنسبه للجوه اللي هو المقام راح يكون اكسبونينشال 2 اكس زائد الاول في ثاني في 2 بما انه الاشاره ناقص فيصير عندي ناقص 2 في 1 زائد مربع الثاني زائد اكسبونينشال ناقص 2 اكس. زين الفوق اللي هو البسط راح يكون بنفس الاسلوب اكسبونينشال 2 اكس مربع الاول زائد الاول في ثاني في 2 زائد 2 باعتبار انه قلنا هذول قيمه الحاصل ضربهم واحد زائد مربع الثاني ناقص 2 اكس ناقص واحد. هسه وحد المقامات راح يكون عندنا بالنسبه لمقدار قيمه المقام هو اكسبونينشال 2 اكس ناقص 2 زائد اكسبونينشال ناقص 2 اكس، بالنسبه للحد اللي فوق راح يكون هو بالنسبه ان هذا المقدار ينزل نفسه اكسبونينشال 2 اكس زائد 2 زائد اكسبونينشال ناقص 2،
هذا راح ينضرب في مقدار قيمة السالب واحد، فراح يكون ناقص exponential 2x زائد 2 باعتبار راح يصير عندي سالب في سالب، هذه ناقص exponential ناقص 2x زائد. هسه خلي انه نشوف انه عندنا اختصار ولا لا. هذا الحد exponential 2x مع هذه بإشارة ناقص، وهذا الحد مع هذا الحد، يبقى عندي 2 زائد 2 4، النتيجة جاي تكون مساوي إلى 4 على exponential 2x ناقص 2 زائد exponential ناقص 2x. زين هذه أقدر أكتبه هو عبارة عن 2 على هذا الحد، هو عبارة عن exponential x ناقص exponential ناقص x الكل تربيع، وتساوي هذا هو عبارة عن مقلوب منه مقلوب الساين اللي هو كوسجين هايبربوليك تربيع اكس. ثلاثة، اذا اريد اثبت مثلا صحة العلاقة التالية، انه مثلا عندنا بدلات العلاقة انه الكوشاين تربيع اكس، اثبت يساوي هو عبارة عن كوشاين 2 اكس زائد واحد الكل على 2، اثبت لي صحة هاي المعادلة. فهنا بنفس الاسلوب راح اعوض عليه من على هذا الجزء، اقول هذا الجزء يساوي الكوشاين 2x هو عبارة عن exponential 2x باعتبار الزاوية مالت 2x زائد exponential ناقص 2x، زين الكل مقسوم على 2، هذا منه الحد الاول اللي هو الكوشاين 2x زائد 1 الكل على 2. زين هسه ارتب المعادلة هذه مالتي، اقول هذه تساوي راح يكون عندي exponential 2x زائد، يعني هذه exponential 2x زائد exponential ناقص 2x زائد 2 على 4 واحد مقامات. زين رتب المعادلة راح يصير بهذا الشكل، وتساوي خلي اي ترتيبها، هي عبارة عن exponential 2x زائد 2 زائد exponential ناقص 2x الكل على 4، وتساوي هسه هذه هي عبارة عن، أقدر أكتبها هي عبارة عن exponential x زائد exponential ناقص x على 2 الكل تربيع، وتساوي هذه هي شتمثل هو عبارة عن الكوشاين هايبربوليك، فيصير عندي كوشاين تربيع x وهو المطلوب. ممكن أنه نحل المعادلة، يعني إذا أريد مثلا مرات أنه يطالب بحل معادلة بدلالة الدوال الزائدية، فمثلا solve the following equation، مطيني معادلة حل هذه المعادلة، 5 كوشين x ناقص 3 شين x تساوي 5، حل المعادلة لإيجاد مقدار قيمة x. فهسه هذه حتى أحلها راح أعوض بمقدار قيمة الكوشين والشين بدلالة الإكسبونيشن، فأقول هذه تساوي 5، الكوشاين هو عبارة عن exponential x زائد exponential ناقص x على 2 ناقص 3، بنفس الاسلوب هنا راح يصير عندي exponential x ناقص exponential ناقص x على 2 بهذا الترتيب تساوي 5. هسه راح اضرب المعادلة كلها طرفيها ب 2 حتى اتخلص من هذا ال 2 اللي موجودة بالمقام، فراح يصير هنا عندي 5 هذه exponential x زائد exponential ناقص x ناقص 3 exponential x ناقص exponential ناقص x تساوي 10. هسه خلي ادخل هذا الكونستانت اللي 5 وال 3، يصير عندي 5 exponential x زائد 5 exponential ناقص x ناقص 3 exponential x زائد 3 باعتبار سالب سالب exponential ناقص x تساوي 10. زين هسه خلي ارتب الحدود اللي الحدود المشابهة والحدود المختلفة، يعني مثلا هنا عندي ناقص 3 ب 5 فيبقى 2، زين هنا عندي زائد 3 ب 5 زائد 8، فصير المعادلة مالتي هي 2 exponential x زائد 8 exponential ناقص x تساوي 10. زين خلي ارتب هذه المعادلة بعد اكثر، اقسم على 2 راح يصير عندي exponential x زائد 4 exponential ناقص x تساوي 5. زين خلي هسه بعد
نحاول انه نرتب المعادلة بصيغة بحيث انه تكون الامور اكثر ترتيب. هذه الاربعة باعتبار اكسبونينشال سالب اكس اقدر انزلها لي جوا، يعني اقدر اكتب المعادلة هي عبارة عن اكسبونينشال اكس زائد اربعة على اكسبونينشال اكس تساوي خمسة، باعتبار الاشارة السالب هذه هي وكأنه واحد على واحد المقامات بين هذول الاثنين، راح يصير عندي هي عبارة عن اكسبونينشال اثنين اكس زائد اربعة على اكسبونينشال اكس تساوي خمسة، او من عدهم اكسبونينشال 2x زائد 4 تساوي 5 اكسبونينشال x. خلي احولها لمعادلة من الدرجة الثانية، راح يصير هنا هي عبارة عن اكسبونينشال 2x ناقص 5 اكسبونينشال x زائد 4 تساوي 0. هسه هذه اصبحت وكأنه معادلة من الدرجة الثانية على اعتبار اكسبونينشال 2x وكأنه يعني تربيع للاكسبونينشال x، فهذه تحل إلى أما أكتبها هي عبارة عن exponential x ناقص 4 مضروبة في exponential x ناقص 1 تساوي 0. فبالتالي هنا نسي حاصل ضربهم ناقص 4x بناقص 1 يعطي ناقص 5x، وبالنسبة لهنا ناقص 4 في ناقص 1 يعطي زائد 4 في بهذا الشكل. فأما الحد الأول exponential x ناقص 4 يساوي 0، ومن عدها exponential x تساوي لي 4، ومن عدها مقدار قيمة x تساوي لنا لين 4 على اعتبار انه انا اريد قيمة x، فحتى اتخلص من مقدار قيمة الاكسبونينشال اخذ لين طرفي المعادلة، او انه القوس الثاني اللي هو الاكسبونينشال x ناقص 1 تساوي 0، ومن عدها الاكسبونينشال x يساوي لي 1، وهسه من اخذ لين طرفي المعادلة x تساوي لنا لين الواحد اللي هو مقداره 0. فهذه هي القيم بالنسبة لنا، او هذه حل المعادلة. فالخطوات اللي لازمة حتى أحل بها معادلة بدلالة الإكسبونينشال لازم تأخذ السياق هذا.